وصلت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء تقدمها من محورين باتجاه مدينة منبج بالريف الشرقي لحلب، حيث سيطرت على قرى جديدة، وذلك بعد مواجهات مع تنظيم الدولة تحت غطاء جوي وفره طيران التحالف الدولي. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. قوات سوريا الديمقراطية واصلت تقدمها باتجاه مدينة منبج شرق حلب وفق الخطط المرسومة لها من قيادة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، فأضحت المعارك على مشارف المدينة، فيما كادت تطوق عناصر التنظيم في قريتي جب القادر وبير خلو عبر الضغط عليه من جبهتي قرقوزاق وست تشرين. نحن صارنا من البارح نجي من هون مشان نحرر المنطقة من إيد داعش ونحرر العالم من الظلم والزور اللي داعش استعملوا ضدهم، ونحن مبسوطين وكل شيء مر بسلام وصار شوي اشتباكات بس يلا وإن شاء الله هالكم يوم نكون. القوات الديمقراطية أعلنت السيطرة على قريتي فرس الكبير والمحدثة على بعد 7 كيلومترات من منبج بعد مواجهات مع تنظيم الدولة على محور 6 تشرين، كما سيطرت على قرى البوير وبوركيجك والمزرعة على بعد 9 كيلومترات من المدينة وجب الكلب على طريق الرقة منبج في مواجهات قتل وجرح فيها العشرات من الجانبين. هل أنتم يا شباب التوحيد تبايعوننا على أن نموت في سبيل الله أو نحيا عيسى؟ هل أنتم يا شباب التوحيد تبايعون الله على الموت؟ تنظيم الدولة من جهته عرض صورا لاستهداف القوات المتقدمة بالأسلحة الثقيلة وحرض الشباب لقتالها، معترفا أن اشتباكات عنيفة تدور على جبهة جسر قرقوزاق شرق منبج، فيما لا زال يحتفظ بقرى شجيف ذهيبة جنوبها وطوال في شمالها الشرقي، لكن قوات سوريا الديمقراطية التفت حولهما لإجباره على الانسحاب أو أن يقع عناصره في الحصار. وللمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من تركيا عماد الدين حنيضل الرئيس السابق للمجلس المحلي في منبج. أهلا بك أستاذ عماد. قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في محيط منبج، ما هي السيناريوهات التي تواجهها المدينة؟ أهلا بك أستاذ والمشاهدين جميعا. أولا، قوات سوريا الديمقراطية تتقدم بخطى ثابتة صراحة نحو مدينة منبج وفق عمالة واضحة من قبل قوات داعش، إذ تنسحب أمامهم دون أدنى مقاومة في حين تستبسل علينا في ريف حلب الشمالي بمفخخاتهم وانتحاريهم وبتواطؤ واضح للأسف من قبل قوات التحالف الدولي، إذ أن الطائرات لا تكاد تفارق مدينة منبج في حين أنها تكون هنالك طلعات يعني خجولة فوق سماء ريف حلب الشمالي. على ما يبدو أن هنالك دمار واضح سيطال مدينة منبج، لأن التنظيم ينسحب من القرى المحيطة بمنبج ويزيد من تحصيناته داخل المدينة وعلى أسوارها، أي أن هنالك دمار لا مثيل له سوف يطال المدينة كما حصل في مدينة عين العرب من قبل، مع المفارقة بأن مدينة عين العرب لا توازي حي من أحياء مدينة منبج من حيث المساحة ومن حيث التعداد السكاني. طيب أستاذ عماد، ما هي الخيارات المتاحة أمام المدنيين في منبج وما هي وجهتهم في حال اضطروا للنزوح؟ المدنيين الآن بدأوا حملة نزوح لا سابق لها في تاريخ المدينة باتجاه القرى المحيطة، ومنهم من لم تسنح له الفرصة بسبب تضييق الخناق من قبل قوات داعش عليهم، كي ربما ليستخدمهم كدروع بشرية إذا دعته الحاجة لذلك. والملاحظ أيضا بأن أغلب القنوات الإعلامية تتعامل مع موضوع منبج بطريقة ممنهجة موازية لتلك الحملة التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية على المدينة، وذلك من خلال التقليل من أعداد السكان المدنيين المحاصرين داخل مدينة منبج من قبل التنظيم. القنوات الإعلامية أغلبها تدعي بأن عدد سكان المدينة المحاصرين قرابة 50,000 مدني، وهذا كلام يعني لا يمت للواقع بصلة، إذ أن الإحصاء الذي جرى على المدينة في عام 2004 قدر عدد سكان المدينة بدون ريفها بحدود 420,000 نسمة قبل أن تأتي إليها حملة النزوح وغيرها، وذلك منذ 12 سنة. بالتأكيد أن عدد السكان زاد عن ذلك كثيراً.
هذا إن دل على شيء يدل على أن هنالك حملة تهجير ممنهجة ستطال المدنيين، أو أن هنالك دمار واسع سيطال الأهالي. طيب أستاذ عماد، كيف ينظر أهالي المدينة إلى قوات سوريا الديمقراطية، وهل هناك قبول لتطبيق الإدارة الذاتية الكردية في مدينة منبج؟ بالتأكيد هذا الأمر لا يمت لي يعني المواطن في مدينة منبج بأي تقدير، إذ أن أهالي منبج ينظرون إلى قوات سوريا الديمقراطية على أنها قوات محتلة، فمنبج كانت محتلة من قبل النظام، تم تحريرها من قبل الجيش الحر لفترة وجيزة، ثم تم احتلالها من قبل تنظيم داعش، وهي الآن تعاني من الاحتلال الثالث من قبل قوات سوريا الديمقراطية. طبعا تدعي قوات سوريا الديمقراطية بأنها قوات عربية، وكما صرحت وسائل الإعلام حتى التركية بذلك بأنها قوات عربية، وهذا لا يمت للواقع بصلة، هي قوات كردية تحاول الاستيلاء حتى على الثورة السورية بإقامة دولة مزعومة لهم، علما أنهم متسلطين على الإخوة الكرد كما هم متسلطون على العرب، وهم لا يمتون لنا بصلة، هم ننظر إليهم كاحتلال، وقد شردوا فينا عدة قرى في تل الأبيض وفي قرى الشيوخ وغيرها، وكذلك في ريف حلب الشمالي منغ وغيرها، ومنبج لن تكون يعني كأفضل حال من تلك تهجر أهلها. أشكرك جزيل الشكر من تركيا عماد الدين حنيضل، الرئيس السابق للمجلس المحلي في منبج. أهلا وسهلا.